السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عند انفجار يحدث في ميناء لبنان بيروت، وعلى جاله ماتوا كما نقول عدد كبير من اللبنانيين رحمهم الله. مباشرة تكلمت على بلي الانفجار ليس بسبب نيترات ولا نيترات دامونيوم. وهذا كنت تبعت كاع الصور اللي بعثوهم الناس، لقيت انفجارات تصدر من داخل مباشرة. كاين دخان اللي طلع وفيه احمرار، ماشي احمرار تاع النار، باسكو لامونيوم ولا النيترات ما يديرش هذاك الدخان تلك الالوان الحمراء. وقلت بلي كونكوا هي سبب تفجير مقصود من اسرائيل، وقلت بلي دار تجربه على هذه القنبله باش تستعملها في غزه، وليامات ان شاء الله راح يشاهدوا على ذلك. اليوم عون واش قال؟ من المحتمل كان صاروخ ولا قنبله اندارت باش يكون في علمك باللي واش قلت راهو كاين منه. حاجة ثانية، ماكرون كي زار كرئيس لبنان وليس كرئيس دولة فرنسا، ما جاش باش يعزيهم، جاي يطلق عليهم اللوم والتوبيخ كرئيس، يعني باللي فرنسا ما زالت تحكم في الدول اللي استعمرتها. كي تشوفوا ما خمش مع الرئيس عون، كان جيت انا رئيس نتاع لبنان عندي السياده، تم مباشر نقول له تطلع في الطياره تاعك وتروح، هذه هي السياده. بعد قال لك لي جورناليست، قال لك خوفا من الكورونا، مي مع الخبثاء نتاع لبنان بدا يسلم عليهم ويحضن فيهم، كما صارت نهار دار لا فيزيت انا كي ماكرون، كما هذاك الجينيول تاع فرنسا اللي جا لهنا وبدا يسلم عليه ويسلموا عليه الخونه تاع الجزائر بنفس الطريقة. وكاين تهديد أعطاه لبنان، صافي دير بلي لاجندا تاع إسرائيل بدات تتنفذ في أرض الواقع. وقلت بلي نهار خرجت سوريا، الجيش السوري خرج من لبنان، كانوا يخطوا باش يسقطوا سوريا العراق، ومن بعد كي يتفرغوا لهذيك المنطقة هذيك راح يروحوا لمصر. وبدات مصر بدات تبان الخطه الجهنميه اللي راهم يديروا بها، بناوا لها سد في اثيوبيا، ودرك يولي كاين جفاف في مصر، وراح يدخلوها في مستنقع تاع الحرب في ليبيا باش يضعفوا الجيش المصري. ومن بعد وين يروحوا؟ مصر راح تعلن حرب لاثيوبيا، تنجب تضرب السد، وبالتالي لونو راح ولا المجلس الأعلى تاع الأمن العالمي واللي داخله فيه فرنسا الخبيثة هي اللي تصدر حكم باش يضربوا مصر ويفرقوها، ومن بعد يجوا الجزائر موراها مباشرة. والقصة تاع كليلة ودمنة الثور الأبيض راح يصير في نهاية النظام العربي اللي كانوا، وهي قاع خيانة عظمى، خيانة عظمى. ومن بعد يروحوا للسعودية ويروحوا للإمارات ويروحوا باسكو علاه يروحوا لهذه الدول؟ باسكو تستهلك ما تنتج، يستهلكوا كما نقولوا حنايا لا سيفيليزاسيون ولا الحضارة نتاع الغرب، لي بورتابل كاتيك، مي بصح جامي يدير نهار يحبس البترول ويحبس ويلقاو طاقة جديدة، واش يصرى؟ ومن بعد كي يطيحوا ما يعرفوش، ما با يخدموا النعل الصباط ما يعرفوش يخدموه. هذه هي النتيجة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.